بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نرسم شكل سيرفيس ويبقى فيه مسافات، يعني هنكرره بمسافة معينة. طيب انا هبدأ ان انا هرسم سيركل ديت اهيت، عايز اقول له خد لها البوينت بتاعتها، اقدر اتحكم فيها البوينت اهيت. طيب عشان اقدر اتحكم فيها هقول له نمبر سلايدر اهو بالشكل دوت، الاكس والواي والزد لو انت عايز تتحكم فيهم تبقى براحتك، ده الاكس والواي والزد تقدر تنقل زي ما انت عايز بالشكل دوت. طيب الدايره ديت انا عايز ابدا اديها بعد ثالث، فاقول له ايه، هاجي هنا اقول له دي الكيرف بتاعها، كيرف اكسترود، تمام. هقول له ده خليها كيرف، تمام. تعال نشوفها في 3D. تمام. طيب عايز ابدا الشكل ده ابدا اديله سيكنس شويه، فهقول له انا عايز سيرف الفيز سيكنس، تمام. هو عايز مني ايه؟ عايز سيرفيس وبعد كده عايز مني سيكنس، تمام. هو هنا في سيكنس افتراضي بمقدار واحد، فانا اقدر اتحكم في المقدار دوت بعد كده، تمام. طيب هبدا اقول له هنا انا عايز اخد الثلاثه دول، نمبر سلايد كوبي بيست. طيب هنا كان عايز راديوس، هقول له خد الراديوس دوت وابدا اتحكم فيه، تمام. طيب اللي بعد كده الكيرف اكسترود قد ايه، هبدا اديله برده الرقم وابدا اتحكم فيه. وبعد كده اخر واحده اللي هي السيكنس، هديله برده السيكنس ديت وابدا اتحكم فيها، تمام. فانت كده عندك تحكم في كل حاجه في الشكل دوت. طيب عايزين نبدأ نكرر الموضوع دوت، نكرر الشكل دوت. فاجي هنا اقول له سيكونس. طيب السيكونس دوت عايز البداية بتاعته وعايز هينتهي فين وعايز عدد الخطوات بتاعته، فاجي هنا اقول له خد نفس الارقام دي هتبدأ تشتغل عليها، تمام. يعني بدل ما نعمل ارقام جديدة هديله الارقام دي، فاقول له مثلا الستارت بتاعتك مثلا خليها بصفر، تمام. طيب الاماونت بتاعي اقصى رقم ليا، هقول له خد الارقام ديت هات هنا علامه الزائد، اقول له اجمع لي مثلا ده مع ده، ماشي. خد هو الرقم ده وبعد كده اقول له زائد تاني واقول له ايه، زود ده مع ده وضيف لي نمبر بمقدار 2، شايفين بقى؟ بس ايه، مش راسمين مع بعض، تمام. ده هقول له ان ده الاماونت بتاعي، ده اقصى رقم تقدر توصل كروس برودكت. طيب الستيب بتاعي بكام، هقول له هنا النمبر بتاعي باتنين، بواحد مثلا. طيب ممكن اخد بقى الرقم ده السيكونس ده احطه هنا في الاكس بحيث ان هو يكرر معايا، ما يبقاش مرة واحدة، لا يبقى موجود عدد من المرات بالشكل دوت.